حريق في سفينة هاجمها الحوثي فجرا من دون إصابات، والميليشيا تتوقع تصعيد الهجوم على موانئ سيطرته. غوتيريش يطلع على مزاعم تورط موظفي الأونروا في هجمات 7 من أكتوبر، والولايات المتحدة تعلق دعمها مؤقتا. الولايات المتحدة ترهن إبرام هدنة طويلة الأمد في غزة بإطلاق سراح الرهائن. وعمل وتعاون. شكوى العراق لمجلس الأمن تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية واحترام سيادة البلاد. أسعدتم أوقاتا، أجدد تحياتي لكم مشاهدين عبر قناة الحدث، فأهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة حول آخر التطورات من الرياض. التصعيد على البحر الأحمر على حاله مع الإعلان عن هجوم حوثي جديد فجر هذا اليوم على سفينة تجارية. شركة ترافيغورا أعلنت أنها تواصل إخماد حريق شبة في أحد صهاريج الشحن على متن الناقلة مارلين لواندا دون وقوع إصابات وبدعم من سفن حربية. كانت ميليشيا الحوثي اليمنية أقرت استهدافها الناقلة البريطانية مارلين لواندا بعدد من الصواريخ البحرية أثناء إبحارها في خليج عدن. وقال المتحدث العسكري باسم الميليشيا إن إصابة السفينة كانت مباشرة ما أدى إلى احتراقها، في حين ذكر موقع تانكر تراكرز المتخصص في تتبع حركة السفن والناقلات البحرية أن الناقلة المستهدفة ملكيتها بريطانية لكنها تحمل شحنة نفط مصدرها روسيا. كشفت مصادر عسكرية لشيبا انتليجنس أن الميليشيات الحوثية تتوقع هجوما للقوات البحرية الأمريكية والبريطانية على موانئ الصليف والحديدة وجزر يمنية أخرى مثل جزيرة كامران الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وبحسب المصادر فإن المجلس الحربي لجماعة الحوثي أخذ التصريحات الأمريكية البريطانية حول عملياتهم طويلة المدى في اليمن على محمل الجد. وأشارت المصادر لشيبا انتليجنس أن الميليشيات تدرس الخيارات مع المستشارين الإيرانيين المتواجدين في اليمن مع مواصلة التصعيد والاستعداد لحرب غير متكافئة في البحر الأحمر والسواحل اليمنية. أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بأن قصفاً أمريكياً بريطانياً استهدف بغارتين منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب البلاد، ولم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل على الفور، لكن القيادة المركزية الأمريكية كانت قد ذكرت في بيان وفي وقت سابق اليوم أن قواتها نفذت ضربة ضد صاروخ حوثي مضاد للسفن كان جاهزاً للإطلاق وتنفيذ عملية استهداف في البحر الأحمر. وأوضح البيان أن القوات الأمريكية حددت صاروخ في مناطق سيطرة الحوثيين وقررت أنه يمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والمصالح الأمريكية فقصفته دفاعا عن النفس. أعرب وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو عن استعداد بلاده لقيادة المهمة العسكرية الأوروبية التي يجري إعدادها لحماية الملاحة في البحر الأحمر. وانتقد كروسيتو عدم التمسك في السياسات الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي وعدم قدرتها على توحيد مقارباتها.
من جانبه حذر السفير روبرت وود وهو المندوب المناوب للمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة خلال مقابلة خاصة مع قناة الحدث بأن الأزمات في المنطقة تحمل بصمات إيران وأن واشنطن طلبت طهران بوقف الهجمات ضد السفن الأمريكية. لا نريد للحرب أن تتوسع في المنطقة، لكننا لن نسمح باستمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية والسفن الأمريكية في البحر الأحمر، وسندافع عن سفننا وأمن الملاحة الدولية. كل الأزمات في المنطقة تحمل بصمات إيران. طالبنا طهران بشكل مباشر وعبر وسطاء لوقف الهجمات ضد السفن الأمريكية وكافة الأنشطة العدائية. وللحديث أكثر عن كل هذه التطورات فيما يتعلق بتهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، من القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر. أهلا بك أستاذ محمود مرة جديدة برفقتنا بالوقوف عند هذه الأخبار المتسارعة حول التهديدات التي يشهدها البحر الأحمر. إلى أي مدى يمكن الاعتقاد بأن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بريطانيا مستعدتان لإقحام نفسيهما في معركة على الأرض مع الجماعة الحوثية؟ أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. لا يبدو هناك في الأفق على الأقل، يعني حتى في الأفق القريب، أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ستتدخلان عسكريا في محافظة الحديدة أو أي جزيرة يمنية أو على الأرض أي أرض يمنية خلال الفترة القادمة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها مخطط خططها لا تبدو أن هناك يكون تدخل عسكري قوات مشاة على الأرض خوفا من الخسائر البشرية، لكنها قد يعني قد تواصل العمليات القصف العمليات الوقائية والاستباقية ضد المخازن والطيران المسير مخازن الصواريخ والطيران المسير خلال الفترة القادمة. والهدوء الذي رأيناه خلال اليومين الماضيين رغم فتاحة ما قام به الحوثيين يبدو أن هناك يعني هدوء الذي يسبق العاصفة. ربما نرى خلال الفترة أو الأيام القليلة أو الساعات القادمة ضرب عنيف تتلقاه المواقع والمخازن الحوثية. ربما قد نرى هناك تصعيدا حوثيا مقابل لذلك. نحن حتى الحوثيين عندما يتحدثون بأنهم يتوقعون تصعيدا عسكريا هم يبدو أنهم مستعدين لهذا التصعيد العسكري، يبدو أنهم متوقعين. أيضا أستاذ محمود عذرني على المقاطعة، يعني إلى أي مدى يستفيد الحوثي من هذه الأخبار ومن هذه التصريحات؟ هو يرفع من شأنه وليصبح كند للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الحوثي يستفيد من أي شيء، يعني يستغل الأوضاع لصالحه سواء كانت ضده أو لصالحه. يعني مثلا رأيناه كيف استغل حرب غزة ليقول بأنه يقاتل اليهود والأمريكا وإسرائيل مثلا، يعني وفقا لشعاراته التي يعني تتحدث اللعنة لليهود والموت لأمريكا وإسرائيل، هذه استغلها. وبالتالي عندما يتحدث بأنه ند لأمريكا، هناك دورات مكثفة وخطباء الحوثي في الجوامع يتحدثون بأنهم الآن يقاتلون أمريكا وإسرائيل وعلى الشعب اليمني أن يستعد لهذه الحرب طويلة المدى. لكن الحوثي حقيقة لا يستطيع أن يكون ندا للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه يجلب ربما هو يحقق أجندة إيران القوات الأجنبية. نعم، هو في البداية يجلب القوات الدولية ويحاول أن يدفن نفسه في هذه الحرب. هو يريد أن تحقيق أجندة إيران في المنطقة، حتى التواصل الصيني والأمريكي المباشر مع إيران يدركون مخابراتهم، تدرك أن إيران وراء هذه العملية. الحوثي لا يبالي بحياة اليمنيين، لا يبالي بأن يكون هناك سلام، هو فقط ينفذ أجندة. هو الحارس
الأمين لإيران في باب المندب والبحر الأحمر، وهو الجندي الذي ينفذ كل توجيهات إيران في هذه المنطقة، لكنه لا يأبه للعواقب شديدة الخطورة على اليمن وعلى المنطقة، لا يدرك لأن الأمور ربما قد تخرج عن السيطرة خلال الفترة القادمة. لذلك الحوثي وضع بنك أهداف عديدة خلال بنك أهداف، يعني مثلا وضع الآن هو من يحاصر اليمن، هو من يتحكم في الأجواء اليمنية. يعني من هنا السؤال، قبل فترة رأيناه منع الولايات المتحدة أصبحت على قناعة بأن السيطرة على هذه الموانئ الحديدة الصليف هي مهمة للسيطرة على الملاحة البحرية، أصبحت على قناعة وعلى يقين بالرغم يعني من أنها بالسابق أوقفت تقدم الشرعية. الولايات المتحدة الأمريكية تفهم متأخرة، يعني للأسف الشديد، يعني أن الحوثي هو خطر على العالم وليس على اليمنيين فقط. هي تدرك يعني حتى وين أدركت بأن السيطرة على السواحل اليمنية مهمة لإيقاف الحوثيين، لن تغامر، لن تدخل في هذا، لكن كان يعني لم تجد يعني من هي القوة الحالية في الوقت الحالي التي ممكن أن تقتحم أو تبعد الحوثي إلى عبر تبعد الحوثي عن السواحل اليمنية. لكن للأسف الشديد كان يفترض على الحكومة اليمنية أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الهجوم، بعدم، ولكن تتلقى دعما لوجستيا لعملية تحرير الحديدة، لأن الهجوم الأمريكي هو منية للحوثي، يعني كان من أول ضربة، من أول يوم كان يستدعي هذه الضربات الأمريكية ليكسب تعاطف عربي إسلامي وقبلهما اليمن. ونحن عبر هذا الحدث توقعنا ذلك، بأن الحوثي يستدعي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل لكي يحصل على ضربات من خلالها يتم الترويج داخليا أنه بالفعل يقاتل أمريكا، وأنه ندل العالم، وأنه ندل ويحصد تأييد يعني شعبي. تحدث نعم نعم نعم، ولكن لا بد أن الحوثي لا علاقة له أن يكون ند أمريكا، ولكن هو الآن يعني إضافة إلى المجاعة والحالة الإنسانية الصعبة لليمنيين نتيجة الحوثي، هو الآن يفاقم من هذا الأمر. هو لا يأبه معنى أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أو تواجه بريطانيا، يعني هو لا يأبه ما العواقب الكبيرة التي ممكن أن تحل على اليمن وعلى الموانئ اليمنية. الولايات المتحدة عودة للسؤال، إذا كانت تدرك بأن أهمية إبعاد الحوثي عن السواحل اليمنية، كان يفترض أن تنسق مع القوات الموجودة في الساحل الغربي لإبعاد الحوثي، لكن بقى يعني غير ذلك، وأنها ستقوم بحملة عسكرية عبر المنشاة أو القصف المتواصل، هذا لن يفيد الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يكون هناك أي نتائج مرضية خلال يعني أو إيقاف الحوثي. الحوثي يتلقى دعم غير محدود من إيران، وبالتالي هناك مستشارين إيرانيين، هناك قوات إيرانية قوات من حزب الله على الأرض، هناك فيلق القدس متواجد بالفعل في 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 جزيرة كمران اليمنية. هناك قواعد تم إنشاؤها منذ أن بدأت الهدنة في عام 2023 الذي بدأت في يعني بين الحكومة اليمنية والحوثيين، فبدأت إيران تنشئ هنا قاعدة عسكرية، والآن على الأقمار الصناعية توضح بأن هناك عمل شاق وعمل واستعدادات كبيرة يقوم بها الحرس الثوري الإيراني. هنا هي تسوق لحرب طويلة المدى كما تقول. على كل حال دائما الحديث بقية، هذا الملف يحتاج للمزيد من الوقت. نشكر لك ما تفضلت به معنا من القاهرة، المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر.
في قطاع غزة أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بسقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على منزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام محلية أخرى عن اشتباكات عنيفة في خان يونس. وذكر المركز أن قتيلا وعددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى النجار نتيجة قصف منزل في حي الجنينة شرق رفح الفلسطينية. الوكالة الفلسطينية تحدثت بدورها عن اشتباكات وصفتها بالعنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في عدة محاور بمدينة خان يونس جنوب القطاع. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 350 أن 350 مريضاً و5000 نازح ما زالوا موجودين في مستشفى ناصر في خان يونس في قطاع غزة مع اشتداد القتال حوله في الوقت الذي ينفد فيه الوقود والغذاء والإمدادات، مشيراً إلى فرار مئات المرضى والعاملين من المستشفى مع استمرار القتال العنيف في المنطقة المجاورة على نحو جعل إيصال الإمدادات أمراً صعباً. ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة للتمكن من تجديد الإمدادات المنقذة للحياة والتي باتت الحاجة لها ملحة بحسب وصفه. عندنا نقص كبير في الطواقم الطبية، احنا حاليا شغالين الطواقم الموجودة في المستشفى أقل من 10% من الطواقم اللي كانت تشتغل طوال فترة الحرب. أعداد المصابين اللي بتوصل للمستشفى أعداد بشكل كبير، معظمهم بيجوا من المدارس، قصف المدارس والتجمعات السكنية. يعني بلاقيك طبعا زي ما انتم شايفين كل الطواقم في القطاع الصحي عندنا في المستشفى طلعت من المستشفى، يعني حتى يعني عمال النظافه زي ما انتم شايفين يعني مش موجودين عندنا. يعني بعد ما نتعامل مع المصابين ما بنقدرش يعني نتعامل معاهم، بنحاول بعدها انه ننظف المكان اللي احنا شغالين فيه، يعني التمريض برضه بنشتغل شغلهم. شايفين كيف يعني الوضع كيف كارثي في المستشفى، يعني ابسط الشغلات، يعني تعال شوف أبسط الشغلات اللي هي المسكنات اللي بنتعامل مع الجرحى فيها. المصابين اللي بيجون حروق يعني بيكون عندهم الألم بشكل كبير. المسكنات الكليتها الموجودة في المستشفى هذه بس المسكنات اللي ضايلة أي كليتها كم واحدة، يعني لو نيجي نحسبهم بيجوش لخمس مرضى. فيش حليب الأطفال، فيش أكل، فيش دكاترة، فيش علاجات، فيش أدوية. زي ما أنت شايف الوضع الصحي لا يسمع لشيء، والقسم كله مليان والأطفال وضعهم صعب. فيش ولا دكتور، واحنا في المستشفى محنصرين ما فيش حد مطلع فينا، وفي أطفال كتير مرضوا هان، وفيش دكاترة يعالجوه، فيش أدوية أصلا، حتى لو موجود دكاترة فيش أدوية يعالجوه. فحصت كمان هاني. رفضت منظمة الصحة العالمية اتهامات إسرائيل لها بالتواطؤ مع حماس وغض الطرف عن معاناة المحتجزين. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعلق مؤقتا التمويل الجديد لوكالة الأونروا على خلفية اتهام إسرائيل لبعض موظفي الوكالة الأممية بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء مزاعم حول تورط 12 موظفا لدى الأونروا في الهجوم، مشيرا إلى أن واشنطن تقوم بمراجعة تلك الادعاءات ومناقشة الخطوات التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة حيال ذلك. من جهته قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أنطونيو غوتيريش استمع لادعاءات خطيرة حول تورط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات في هجمات 7 أكتوبر، وطلب من المفوض العام للمنظمة التحقيق في هذه المسألة سريعا.
الأمين العام للأمم المتحدة استمع إلى إحاطة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني واستمع لإيجاز منه بشأن هذه الادعاءات الخطيرة للغاية التي تورط العديد من موظفي الأونروا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر في إسرائيل. الأمين العام شعر بالرعب من هذه الأخبار وطلب من السيد لازاريني التحقيق في هذه المسألة بسرعة والتأكد من أن أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 أكتوبر أو في أي نشاط إجرامي آخر سيتم فصله على الفور وإحالته للملاحقة الجنائية المحتملة. اعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن العمل الذي تقوم به الأونروا مهم للغاية مشيرا إلى أن المفوض العام اتخذ إجراءات سريعة وقوية للغاية وعلى الفور. هناك المئات ومئات الآلاف من الأشخاص في غزة يعتمدون على العمل الإنساني للأونروا وعلى المساعدات الإنسانية الآن أكثر مما كانوا عليه من قبل. إن العمل الذي تقوم به الأونروا لا يزال حاسما اليوم. يتعين على الأونروا أن تطلب من مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة القيام بهذا التحقيق. أعتقد أن المفوض العام قد اتخذ إجراءات سريعة وقوية للغاية على الفور، وفي الوقت نفسه يجب أن يستمر عملنا الإنساني، الحياة تعتمد عليه. وأيضا للحديث أكثر عن هذا التطور المتعلق بالأونروا ينضم إلينا من رام الله المحلل السياسي محمد هواش. كيف تقرأ التوقيت أستاذ محمد بالنسبة لهذه التصريحات من قبل إسرائيل بأن هناك 12 موظفا من الأونروا متورطين بهجوم 17 أكتوبر؟ تحية لك سيزيل وللسادة المشاهدين. أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إغلاق الأمل كلما ظهرت بارقة أمل أمام الفلسطينيين بأن تكون العدالة إلى جانبهم. عندما بالأمس يعني طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل التوقف عن كل ما يتعلق بالإبادة الجماعية من إجراءات متعددة والالتزام بالمعايير الدولية لوقف عمليات الإبادة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والمتهم بارتكابها، كان هناك يعني ارتياح عام في كل الأوساط التي تطالب بوقف هذه الحرب، ارتياح عام لدى الفلسطينيين، لدى العرب، لدى المسلمين، لدى كل الدول التي تطالب بوقف هذه الحرب وفتح يعني أمل وفتح مجال لتسوية هذا النزاع. الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها انزعجت تماما من هذه الفسحة البسيطة والتي حتى الآن لم تغير شيئا على الأرض، ولكن لا تريد الولايات المتحدة، يبدو أنها لا تريد أن يكون هناك فسحة أمل على الإطلاق، وبالتالي اتخذت إجراءا يعني بتعليق هذه الأموال المخصصة لمنظمة الأونروا. وبالتالي هل برأيك يعني هذا العمل هدفه تشكيل ورقة ضغط إضافية على ربما حماس قد تستخدم ربما في المفاوضات في أي تسويات قادمة؟ أعتقد أنها لا تمس حماس مباشرة، هي تمس الشعب الفلسطيني الذي يتلقى خدمات، وتحديدا سكان قطاع غزة. 70% من قطاع غزة من السكان لاجئون، وبالتالي 70% من هؤلاء يتلقون خدمات أساسية كالصحة والتعليم وشؤون اجتماعية، حتى الملجأ. نعم، حتى يعني الملاجئ الآن هي مدارس تابعة للأونروا، وبالتالي يعني هناك يعني محاولة من الإدارة الأمريكية أن تعود إلى ما كانت الإدارة السابقة قامت به، وهو وقف تمويل الأونروا والضغط على كل دول العالم من أجل وقف تمويل الأونروا، من أجل تصفية الحقوق الأساسية للاجئ الفلسطيني، الحقوق الأساسية 7 ملايين فلسطيني في الخارج في الشتات وفي كل مناطق يعني العمل الأونروا التي تتلقى خدمات أساسية.
هذا من جانب. من جانب آخر أن العمل الذي قامت به الولايات المتحدة من دون أي تحقيق، من دون أي يعني إشارة إلى يعني التحقق من هذا الادعاء الإسرائيلي، قيل بأن غوتيريش يطلع على يعني نعم على يعني ما تم إراده له، ولكن إلى أي مدى هي ربما خطوة قد تكون تكملة لما يخطط له نتنياهو؟ يعني للأسف الشديد أن الولايات المتحدة وأن هذه الإدارة توفر لإسرائيل أكثر مما تريده إسرائيل للضغط على الفلسطينيين ولطرد الفلسطينيين ولقتل الفلسطينيين. هل يعني أكثر من 30,000 فلسطيني قتلوا لا معنى لمقتلهم في غزة، ومجرد أن يشارك 7 مدنيين موظفين في هذا إذا صحت هذه المزاعم؟ نعم، يعني من دون التأكد، من دون إجراء أي تحقيق، والوكالة أيضا قامت بفصل 12 موظفا تعتقد بأنهم شاركوا في الهجمات، والهجمات لم يشارك فيها فقط عسكريين، ولكن هناك فتحات واسعة في السلك الشائك على الحدود، قام مدنيون يعني فقدت حماس السيطرة على هذه الثغور التي فتحتها، وقام مدنيون كثر دخلوا لأسباب لها علاقة بالفضول ولها علاقة بأشياء أخرى ليس علاقة لها بالعمل العسكري على الإطلاق، وبالتالي يجب نعم. التحقق من كل ادعاء من هذا النوع، وإلا سيكون عقاب جماعي يعني كما نعم شهده القطاع وما زال يشهده. نشكر لك هذه المشاركة معنا من رام الله المحلل السياسي محمد هوش. شكرا لكم. أيضا نبقى في فلسطين وأيضا حول آخر التطورات الميدانية. تنضم إلينا مجددا من رفح من قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي. خولة، منذ قليل كنا نتابع من خلال أحد العواجل بأن الطيران الإسرائيلي يستهدف محيط شركة الكهرباء بمخيم النصيرات، حدثينا أكثر عن آخر المستجدات. نعم، فعليا هذه الغارة استهدفت محيط شركة الكهرباء المتوقفة أصلا منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالتالي لم يعد التيار الكهربائي على الإطلاق إلى منازل ومنشآت الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. مناطق الجنوب هي التي تحظى اهتمام من قبل الجيش الإسرائيلي، وهذا الأمر تحدثنا عنه سابقا في عدد من المداخلات. منذ أسبوع تقريبا تشهد محافظة خان يونس عدد كبير جدا من الغارات الإسرائيلية وإلقاء قذائف باتجاه منازل ومنشآت فلسطينية، بالإضافة إلى محيط المستشفيات تحديدا في الآونة الأخيرة، والتي الآن هي محاصرة بشكل كامل نتيجة لهذه الغارات التي تطلق من حين إلى آخر، بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من الطلقات النارية التي تستهدف كل من يتحرك داخل أروقة هذه المستشفيات وتحديدا مجمع ناصر الطبي. منذ قليل وردنا تجدد للاشتباكات في المناطق الغربية من محافظة خان يونس تحديدا في محيط مستشفى الميداني الأردني، بالإضافة أيضا إلى عدد من القذائف التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في وسط محافظة خان يونس وغربها وجنوبها، أيضا منطقة بطن السمين وحي الأمل تتعرض إلى وابل من الغارات الإسرائيلية نتيجة للاشتباكات في تلك المحاور بشكل أساسي. هناك محاولات لخروج عدد كبير من العائلات الفلسطينية والنزوح باتجاه محافظة رفح، ولكن بالمقابل هناك تخوف واضح لهؤلاء المواطنين من إمكانية النزوح الآمن، خاصة في ظل استمرارية العمليات العسكرية واستمرارية الغارات بشكل مستمر في عدد من المناطق وعدم توفير ممرات آمنة لهذه العائلات الفلسطينية التي ترغب بالنزوح باتجاه محافظة رفح التي أيضا تعرضت إلى عدد من الغارات الإسرائيلية في وقت سابق أسفرت عن وقوع 3 ضحايا وأكثر من 10 إصابات وصلت إلى مستشفيات الجنوب. بالتالي يمكن الوصف بأن الأوضاع على الصعيد العسكري هي أوضاع مشتدة للغاية وتيرتها مرتفعة في ظل هذه الظروف التي يعيشها المواطن الفلسطيني لأكثر من 113 يوما لم تتوقف فيها وتيرة الغارات الإسرائيلية على الإطلاق، بالإضافة إلى تزايد واضح في أعداد الضحايا التي أعلنت فيها وزارة الصحة الفلسطينية عن أن أكثر من 26,000 ضحية هي حصيلة 113 يوما من هذه الحرب الإسرائيلية على القطاع، وصل فيها أكثر من 63,000 إصابة والعشرات بل الآلاف ما زالوا مفقودين حتى هذه اللحظة، وهناك عشرات الجثث والجثامين لم تتمكن حتى هذه اللحظة طواقم الدفاع المدني أو حتى الإسعاف من الوصول إليها، ما زالت إما تحت الأنقاض أو حتى في الشوارع. نشكرك لكل هذه التحديثات، نتمنى لك دائما وللزملاء السلامة. من رفح جنوب قطاع غزة كانت معنا الصحفية خولة الخالدي.
أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد خلال مكالمة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني على أن تحقيق هدنة إنسانية طويلة الأمد في القتال يرتبط بشكل أساسي على التوصل لاتفاق بشأن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس. وقال البيت الأبيض في بيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الإضافية المنقذة للحياة إلى المحتاجين إليها من المدنيين في جميع أنحاء غزة. على صعيد متصل، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي عدم وجود تطورات وشيكة بشأن إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في غزة. وأشار البيت الأبيض أنه يأمل في إحراز تقدم بشأن المحتجزين مع عودة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجيرج إلى واشنطن بعد اختتام زيارة إلى المنطقة. وقال جون كيربي أن ماكجيرج عاد بعد إجراء محادثات بشأن المحتجزين لدى حماس. وذكر كيربي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث مع الرئيس المصري وأمير قطر آفاق تحرير المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم الأربعاء المقبل للنظر في قرار المحكمة محكمة العدل الدولية الذي دعت إسرائيل إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع بطلب من الجزائر بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الجيش الإسرائيلي حسب ما قالت الخارجية الجزائرية هذا. وأعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش سيرسل قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ كافة التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية إلى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة، وصفة قرارات المحكمة بالملزمة. أما الاتحاد الأوروبي فقال إنه يتوقع تنفيذا كاملا وفوريا لقرار العدل الدولية، معتبرا أن قراراتها ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها، وأنه يتوقع تنفيذها الكامل والفوري والفعال. من جهتها قالت منظمة Human Rights Watch إن القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية ينبه إسرائيل وحلفائها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. إذن أيضا نشير إلى هذه العواجل مشاهدينا. سفارات الإنذار تدوي للمرة الثالثة في ساعة واحدة بشمال إسرائيل. ونبقى أيضا في الشأن الفلسطيني، حيث رحب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور بالقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية إزاء الإجراءات الاحترازية لوقف جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين خاصة في قطاع غزة. نحن ندقق في كل التفاصيل من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة والتي بالطبع ستكون في مجلس الأمن. إذا نظرنا إلى التدابير المؤقتة بشكل منفصل وجماعي فإنها تعطي رسالة واضحة مفادها أنه من أجل القيام بكل الأشياء المطلوبة فأنت بحاجة إلى وقف إطلاق النار حتى يحدث ذلك. كما تعلمون سنباشر بالمزيد من العمليات النشطة مع أعضاء مجلس الأمن الاثنين المقبل، حيث سيكون هناك اجتماع أو إحاطة لمجلس الأمن، وهذا أمر جيد. وردا على قرار محكمة العدل الدولية، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استعداد المحكمة لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى، مؤكدا أن إسرائيل تخوض حربا عادلة لا مثيل لها وستواصل الدفاع عن نفسها. استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى، وسنواصل الدفاع عن أنفسنا وعن مواطنينا مع الالتزام بالقانون الدولي. إسرائيل تخوض حربا عادلة لا مثيل لها، وسنواصل هذه الحرب حتى النصر التام وإعادة جميع الرهائن، وحتى لا تصبح غزة مصدر تهديد لإسرائيل. من جهته قال البيت الأبيض في تصريحات خاصة لمراسلة الحدث إنه لم يشهد على أي جرائم إبادة في غزة ولم يرى أي مؤشر على وقوعها. وأشار البيت الأبيض أنه يحترم دور محكمة العدل الدولية باعتبارها حكما في حل النزاعات، مؤكدا في ذات الوقت أنه لا يريد أن يرى أي شخص يدمر أي أدلة طلب جمعها من قبل محكمة العدل الدولية. وقال البيت الأبيض إن من حق الإسرائيليين التحدث عن
تحقيقهم في كيفية سير عملياتهم. دوت سفارات الإنذار للمرة الثالثة في شمال إسرائيل خلال ساعة واحدة، بينما يكثف الجيش الإسرائيلي من غاراته على عدة قرى وبلدات حدودية مع لبنان. وتحدثت وسائل أعلام لبنانية عن دوي انفجار فوق بلدة خربة سلم الجنوبية، تبين أنه ناتج عن انفجار لصاروخ اعتراضي. من جهتها وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أجواء الليلة الماضية عند الحدود مع لبنان بالمضطربة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرته استهدفت بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان. كما أعلن حزب الله مقتل 4 من عناصره خلال المواجهات مع إسرائيل في جنوب لبنان أمس الجمعة. هذا وقد أدى القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان والمواجهات الدائرة بين إسرائيل وحزب الله إلى نزوح نحو 86 ألف شخص من مناطقهم، فيما بقي نحو 60 ألفا في منازلهم وفقا للأمم المتحدة. من جانبه أكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا أن الأهالي يواجهون تحديات هائلة، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يشهدها لبنان أدت إلى تفاقم محنة السكان المتضررين من النزاع القائم، حيث بات معظم الأسر والعائلات بلا مدخرات ومؤن غذائية كافية. وأيضا مشاهدينا، للحديث أكثر عن كل هذه التطورات على الحدود الشمالية من إسرائيل ما يعني جنوب لبنان، تنضم إلينا من بيروت مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. أهلا بك غنوة، آخر التطورات يعني من حيث أنت متواجدة فيما يتعلق بالأهالي، أيضا حزب الله نعى من جديد 4 من عناصره. جيزال، صباحا كان هناك قصف مدفعي على 3 قرى في جنوب لبنان، على شرق الناقورة، على حولة، وأيضا على قرية حمول. حتى الآن لم يفد أهالي الجنوب بتسجيل أي غارة، لكن بحسب أهالي الجنوب ليلة أمس كانت وصفوها بالليلة العنيفة نظرا لشدة القصف المدفعي الذي طال القرى الجنوبية، خاصة بعد الغارة التي نفذت على منزلين في بيت ليف. أعلن حينها عن سقوط قاتلين وجريحين، ولكن بعد ذلك أعلن حزب الله في بيانات متتالية عن سقوط 4 من عناصره. بعد ذلك كان هناك قصف عنيف إن كان باتجاه القرى الجنوبية أو إن كان باتجاه شمال إسرائيل. حزب الله خلال ساعتين فقط كان هناك 5 عمليات في داخل الحدود الإسرائيلية في الجليل. أعلن في حزب الله عن قصف كتريشة، عن قصف أيضا ماكينات تجسس في زرعيت، وأيضا عدد من الجنود وموقع للجنود الإسرائيليين في تلة كوبرا. هذا كله جرى خلال ساعتين فقط، بعدما كان يوم أمس يوم هادئ، ولكن كما ذكرت كان هناك تطورات عسكرية عنيفة خلال الليل. يأتي هذا أيضا بعد تهديدات إسرائيلية مستمرة بأنه في حال لم ينسحب حزب الله من الحدود الشمالية سيكون هناك حرب لم يتعافى منها لبنان. ولكن أيضا نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم كان قد أيضا أعلن بأن حزب الله على استعداد لتوسعة استهدافاته داخل المناطق الإسرائيلية في حال نفذت إسرائيل تهديداتها. إلى أي مدى نستطيع القول بأن هناك حالة من التصعيد بوتيرة متواصلة بعد ما صرحت به يديعوت أحرونوت بأن الليلة كانت مضطربة، أيضا بالوقوف عندما تفضلت وذكرته بما صرح به الشيخ نعيم قاسم، وإذا ما نظرنا أيضا غنوة إلى حالة التصعيد في توجيه ضربات في العراق وأيضا في اليمن، هل هناك ما يشي بأن هناك المزيد من التحضيرات من خلال طبعا التصريحات وما تم رصده من قبلك؟
هناك لا شك تحول في شكل المعركة، حتى أحيانا يعني كانت ربما بعض الأيام تبدو أهدأ من غيرها في القرى الجنوبية، ولكن هناك تحول في شكل هذه المعركة إن كان في عمليات الاغتيالات المتكررة التي تقوم فيها إسرائيل في قرى ربما تبعد عن الحدود إلى أكثر من 20 كيلومتر أحيانا، وحتى هذه الاغتيالات وصلت إلى عمق ضاحية بيروت الجنوبية، وأيضا عبر الصواريخ التي يستخدمها حزب الله. خلال اليومين الماضيين أدخل حزب الله نوعين شديدين من الصواريخ، فلق واحد وأيضا الصاروخ موجه بكاميرا وصف بالصاروخ الانحنائي الذي لا يكون استهدافه بشكل مباشر للمواقع، يمكن أن يستهدف من خلاله حزب الله مواقع لا يراها بشكل مباشر وهو تسيره كاميرا. هذين استخدام هذين الصاروخين أيضا يعني بأن حزب الله يريد أن يقول للإسرائيليين بأنه على استعداد بتوسعة هذه المعركة إلى مناطق لم يصلها من قبل، وهو قادر على ذلك من خلال استخدام هذه الصواريخ الجديدة، بعد أن كان أيضا قد أدخل صاروخ البركان إلى معاركه يوم أمس، وصباح هذا اليوم أيضا كان هناك استخدام لصواريخ البركان في المواقع التي استهدفها حزب الله وسط يعني قلق إسرائيلي دائم يعني تعبر عنه صافرات الإنذار التي تدوي كثيرا في الحدود الشمالية، والتخوف الدائم من عمليات تسلل أحيانا تكون غير صحيحة، وأيضا من دخول المسيرات. شكرا لك غنوة لكل هذه المعلومات التي تفضلت بها وزودتنا بها من بيروت، مراسلة الحدث الزميلة غنوة يتيم. حددت دائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي اليوم السبت موعدا للتصويت على رئيس المجلس الجديد الذي سوف يخلف الرئيس السابق محمد ريكان الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته في المجلس العام الماضي بسبب اتهامه بتزوير يخص أحد أعضاء البرلمان. وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة اليوم السبت تتمثل بقيام أعضاء المجلس بانتخاب رئيس لمجلس النواب العراقي الجديد. وللحديث أكثر عن هذه الجلسة المرتقبة ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب. أهلا بك مرة جديدة برفقتنا ودائما مع قناة الحدث أستاذ نجم. توقعاتكم لهذه الجلسة، هل برأيك ستشهد نفس الخلافات التي شهدتها الجلسة الأخيرة على غرار ما تبعناه؟ شكرا لك ولمتابعيك الكرام. بالتأكيد يعني إلى هذه اللحظة ليس هناك أي معطيات أو مؤشرات أو معلومات بأن تم الاتفاق على شخصية رئيس البرلمان، لأن الانقسام حاصل داخل البيت السياسي الشيعي وداخل البيت السياسي السني. أما البيت السياسي الكردي هم ليس لهم يعني اهتمام كبير من الذي سيتبوأ منصب رئيس البرلمان. الخلاف الحقيقي داخل الإطار مع الكتل السياسية السنية هو على الصلاحيات التي تمنح، هي إنها هيئة رئاسة برلمان أم كرئيس. بالتالي هذا الخلاف أو لربما محاصصات يعني كما شهدناه في السابق. بالتأكيد يعني كل المناصب خصوصا مناصب الرئاسات والوزارات هي وفق المحاصصة، النظام التوافق العرق طائفي الذي جاء به الأمريكان، وهذا النظام أعتقد صعب جدا يستمر ما لم تكن هناك أغلبية سياسية وتقابلها معارضة. لكن تعلمين اليوم الكل تشترك في الحكومة والكل تنتقد، بينما حينما يكون إنجاز الكل تتغاوى أو تتسابق بأن هذا الإنجاز له. أعتقد حكومة السوداني إلى هذه اللحظة تمتلك النزعة الإصلاحية، تحتاج إلى رئيس برلمان وتحتاج إلى تشريع قوانين، لكن تعلمين منصب رئيس البرلمان هو من استحقاق تقدم، لأن تقدم هي التي فازت في انتخابات 10/10/2021. هل هناك أي إمكانية لحصول نوع من التوافق بين أطراف تحالف السيادة مثل الإطار التنسيقي وتقدم والأحزاب الكردية برأيك؟ للاتفاق على مرشح واحد؟ أنا أعتقد مرشح توافقي يعني
إلى هذه اللحظة تقريبا 70 أو 80% وصل التوافق والاتفاق أولا بين الكتل السياسية المتمثلة بالسيادة الذي يترأسها السيد الخنجر مع السيد الحلبوسي، ثانيا داخل الإطار التنسيقي هناك من متمسك بشخصية محمود المشهداني، وهناك من متمسك بالشيخ الشعلان، لكن كل المعطيات والمؤشرات بأن جلسة اليوم لربما لم يتم الاتفاق أو التصويت ما لم تكون اللحظات الأخيرة للاتفاق على من سيكون رئيس البرلمان، وإلا يعد البرلمان مكانا للتفاعل الأساسي، وإلا سيتحول إلى لافتات بلا مضمون ولا وكذلك مقار بلا تأثير، وهذا ما بمعنى حصل يعني هذه الجلسة معطل. نعم يعني لن تؤتي بالثمار المتوقعة، هل يعني هذه التوافقات سيبنى عليها، هل سنشهد المزيد من الحراك في هذا الإطار وفي هذا التوجه؟ استاذتنا العزيزة، جنابك متابع للمشهد السياسي والإعلامي العراقي منذ عشرات السنوات، نحن تعلمنا وتعودنا على اللحظات الأخيرة يتم حسم مثل هذه المناصب وهذه الاختيارات من قبل كتل سياسية، لكن على ما يبدو الإطار التنسيقي منقسم مع بعضه على من يتبوأ، وداخل الكتل السياسية السنية أعتقد توافقوا خصوصا بعد تدخل خارجي وتدخل داخلي، إذن هذا معيب بحق السلطة التشريعية، حقيقة لم يتفقوا على من سيكون رئيسا لهذه السلطة. نستفيد من وجودك أستاذ نجم لنسأل أيضا بالنسبة لرسالة العراق لمجلس الأمن، برأيك هل هي ستخلط الأوراق من جديد؟ هل ستفرز المزيد من الخلافات والتي بدورها ربما قد تؤثر على انتخاب رئيس للمجلس؟ يعني أولا دائما نقول بقدر المنجز يقاس الساسة ليس بقدر الشعارات. مع الأسف منذ الانتخابات الأولى عام 2005 إلى هذه اللحظة تعلمنا وتعودنا ونسمع كثيرا من الشعارات والاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية، لكن حقيقة في الباطن هم يجتمعون ويضحكون ويلتقون، هذا جعل المواطن لا يثق مرة بالعملية السياسية ومرة بالانتخابات التي تجرى سواء محلية. أنا أعتقد القوى السياسية لم تنجح بإدارة الدولة ولم تنجح أن تقدم منجزا لا صغيرا ولا كبيرا طيلة السنوات الماضية. من بين الأسماء التي كنت قد تطرقت لها أستاذ نجم، يعني من هو الأوفر حظا برأيك لتبوأ هذا المنصب مكان الحلبوسي؟ يعني إذا استمرت الجلسة السابقة التي أصبحت مفتوحة رغم رفعها السيد المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان، هناك شكوى عند المحكمة الاتحادية، هل إن الجلسة شرعية وأصولية ودستورية وقانونية أم تلغى؟ إذا استمرت الجلسة السابقة أعتقد الشعلان هو الأوفر حظا، وإذا ألغي الشعلان وأبعد من التنافس أعتقد سيتم الاتفاق على شخصية خارج الشخصيات التي الثلاث المساري أو كذلك المشهداني وكذلك الشعلان، كل الأسماء التي تطرح لربما لم تتبوأ تخرج شخصية تسمى التسوية، وهذا ما تعودنا عليه طيلة الفترات الماضية. أشكرك على تزويدنا بكل هذه المعلومات وهذه التوضيحات. من بغداد كان معنا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب، أشكرك. شكرا. ما زلنا نحن وأنتم في العراق، إذ بعث وكيل وزارة الخارجية العراقية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم برسالة إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص القصف الإيراني لمدينة إربيل عاصمة إقليم كردستان، وندد بحر العلوم في الرسالة ما وصفه بعدوان خارجي من إيران، وأكدت الرسالة على أن العراق يحتفظ بحقه في المطالبة بالحقوق القانونية والأخلاقية المترتبة على تلك الاعتداءات وفقا للقوانين والتشريعات الدولية، داعية مجلس الأمن إلى الطلب من إيران الكف عن مثل هذه الاعتداءات ومراعاة حسن الجوار واحترام سيادة العراق.
في غضون ذلك، قالت فصائل عراقية مسلحة إنها استهدفت قاعدتين أمريكيتين في سوريا بطائرات مسيرة. وأوضحت الفصائل في بيان مقتضب أنها استهدفت القاعدتين الأمريكيتين في القرية الخضراء وحقل كونيكو، وذكرت أن الاستهداف جاء ردا على العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. كذلك نددت الخارجية الأمريكية بالهجمات على كردستان العراق ودعت بغداد للتحقيق بالموازاة. أيضا أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات حادثة استهداف حقل غاز خورمور جنوب محافظة سليمانية بإقليم كردستان العراق من قبل عناصر تخريبية. وأضافت خلية الإعلام الأمني أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد منفذي الهجوم ومنع استهداف مشاريع الطاقة في إقليم كردستان والمحافظات العراقية. كشف المرصد السوري عن حملة تجنيد تركية لمرتزقة سوريين وإرسالهم للقتال في النيجر، وأكد أن فرقة السلطان مراد تجند المرتزق السوري لستة أشهر مقابل 1500 دولار أمريكي شهريا على أن يتقاضى 35 ألف دولار إذا أصيب هناك، في حين تتقاضى عائلته 60 ألف دولار أمريكي إذا قتل ابنها. المرصد قال إن فصيل السلطان مراد بدأ بتسجيل المقاتلين إلى النيجر خلال العام الماضي، وأضاف إنه من المفترض أن يرسل الفصيل 3500 عنصر على دفعات، في حين خرجت الدفعة الأولى في نهاية العام الماضي وضمت 300 سوري من الفصيل بقيادة فهيم عيسى. وأشار المرصد إلى أن فصيل السلطان مراد نقل المقاتلين سرا إلى المعبر العسكري التركي في جوار كلس بريف حلب الشمالي وسلمهم للمخابرات التركية التي أقنعتهم أن القتال في النيجر سيكون ضد داعش. وأكد مصدر أمني في السلطان مراد للمرصد أن الدفعة الأولى انطلقت جوا من تركيا إلى بوركينا فاسو في أفريقيا في 30 ديسمبر الماضي. قال بيان صادر عن كل من فرنسا، ألمانيا وبريطانيا أن إيران استخدمت في مهمة فضائية تكنولوجيا ضرورية لتطوير صواريخ باليستية طويلة المدى. وأضافت الدول الثلاث في البيان أنها لا تزال ملتزمة باتخاذ كل الخطوات الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، بالإضافة إلى التزامها بمحاسبة إيران على نشاطها المزعزع للاستقرار إقليميا وعالميا. وكانت إيران قد أعلنت في 20 يناير الجاري عن إطلاق القمر الصناعي ثوريا باستخدام منصة لإطلاق الفضائية قايم 100. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. ندعوكم دائما للبقاء برفقتنا ومتابعة قناة الحدث عبر قنوات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. يمكنكم أن تتفاعلوا معها والقيام بزيارة موقعنا الإلكتروني الحدث.net. دقائق قليلة وتلقاكم الزميلة تهاني الجهني. إلى اللقاء.